السلام عليكم. هنتكلم عن الهاند هايجين respiratory hygiene and the coffee etiquette. المحاضرة دي prepared by نهال مطاوع dentist في مركز تدريب الأسنان بالمنصورة under supervision of دكتورة نجوى نبيه. أول حاجة ليه الهاند هايجين very important؟ الهاند هايجين very important لأن هما اكتشفوا ان الهاندز هي المين pathway of germ transmission. الايد هي السورس الاول للانفكشن. علشان كده بالنسبة للناس اللي شغالة في الهيلث كير كلهم معرضين للانفكشن بسبب ايديهم، وبيعرضوا اللي حواليهم كلهم للانفكشن برضو بسبب ايديهم. فعشان كده الاف الناس بتموت في جميع انحاء العالم بسبب الانفكشن اللي بيتنقل لهم عن طريق الهاندز كاول باس واي للجيرم ترانسميشن. مين الناس المعرضة اكتر للانفكشن عن طريق الايد؟ زي ما قلنا الهيلث كير وركرز كلهم او الكير جيفرز. الهيلث كير جيفرز كلهم طبعا سواء بيتعاملوا مع البيشنت بشكل دايركت او بشكل اندايركت. فبالنسبة لنا دلوقتي الهاند هايجين تعريفه هو ازاي ابقي ايدي نظيفة وما بتنقلش انفكشن لليا ولا لغيري. فهو ترم جنرال ترم تعريف عام عن بيشمل الهاند ووش وبيشمل الانتسيبتك هاند ووش وبيشمل الهاند سيبتك هاند روب وبيشمل السيرجيكال هاند ووش. فهي دي انواع الهاند هايجين. انواع الهاند هايجين الهاند ووشنج اللي هو الروتين هاند ووشنج هنتكلم عنه دلوقتي بالتفصيل، والانتسيبتك هاند ووش اللي هو غسيل الايد برضو الروتيني بس باستخدام انتي مايكروبيال سوب يعني صابون انتي مايكروبيال ومية، او الانتيسيبتك هاند روب اللي هو بستخدم فيه الكحول اللي هو ببدأ ادعك ايدي بالالكحول او باي انتيسيبتك ببتادين او بالكحول حاجة انتي مايكروبيال برضو واعمل روبينج للهاندز. والسيرجيكال هاند ووش اللي هو طبعا او السيرجيكال هاند سكراب اللي هو ببدا بشيل، ده الغسيل الوحيد اللي بيشيل معظم المايكرو اورجانيزمز من الهاندز ومن الارم كمان قبل ما ابدا طبعا اشتغل اي شغل جراحي. ليه بعمل هاند هايجين؟ ايه الانديكيشنز اللي انا بعمل عشانها هاند هايجين؟ طبعا لازم غسيل الايد بالميه وبالصابون لو انا شايفه اي حاجه فيزيبل ديرتي بالنسبه لي، يعني اي حاجه انا شايفاها اتساخات واضحه بالنسبه لي على ايدي، ايدي اتوسخت فبغسل ايدي طبعا بعد استخدام التويلت، بعد ما بتعرض لاني المس بايدي اي بودي فلويدز او بلاد. دي طبعا ايه اي اكسبوجر لاتساخات او اكسبوجر لباثوجينز ببدا بعدها اغسل ايدي بالميه والصابون. دي طبعا اول الانديكيشنز لغسيل الايد بشكل عام. لو بنتكلم بقى بشكل خاص كمان عن الهيلث كير جيفرز او الناس اللي شغاله في الهيلث كير، ففي عندي 5 مومنتس الخمس لحظات او خمس سيتويشنز بغسل فيهم ايدي ضروري جدا قبل وبعد ما بلمس البيشنت. لو هلمس اي ديفايس خاص بالبيشنت كير، لو هلمس البودي فلويدز او الاكسكريشنز بتاعه البودي او السكن او ووند او ميوكس ممبرين، ولو هبدا ادي ميديكيشن او هعمل بريبريشن للفود. طبعا كل الكلام ده لازم اغسل ايدي قبله، وبعمل كمان هاند روبينج كويس بالالكول يفضل او بانتي مايكروبيال سوب اند ووتر علشان يعني الميديكيشن او الفود ده بعد كده هيتناوله حد بيشنت او هيتناوله ناس بعدي بعد ما انا هعمل له بريبريشن. فلازم يفضل طبعا ان انا استخدم الروبينج بالالكحول او بالانتي ميكروبيال سوب، حاجه انتي ميكروبيال علشان
اقضي على معظم الجيرمز اللي ممكن تكون موجوده على ايدي او المايكرو اورجانيزمز اللي ممكن تكون موجوده على ايدي قبل اعداد الفود او الميديكيشنز. دي صوره بتوضح الفايف مومنتس او الخمس لحظات اللي لو انا هيلث كير جيفر ببدا ان انا اخد بالي منهم قبل يعني قبل ما اتعامل مع المريض. اول حاجه قبل ما المس المريض طبعا الرقم واحد اهي دي اللي هي السهم المكتوب عليه رقم واحد بيوضح اللي هو ان انا لازم اعمل هاند هايجين او هاند ووش يعني نوع الهاند هايجين المناسب للبروسيدجر اللي انا هعملها قبل ما المس المريض خالص. تاني سهم هنا رقم 2 اللي هو بيوضح لي ان انا قبل ما بعمل اي بروسيدجر للمريض برضو بعمل كليننج كويس لايدي. تالت حاجة اللي هو لو هلمس بايدي اي بودي فلويدز لو جه على ايدي اي بودي فلويدز او اي اكسكريشنز او اي بلود بغسل طبعا ايدي. رابع حاجة اللي هو لو انا خلصت خلاص شغلي فبعد ما بخلص خالص after touching the patient بغسل ايدي. خامس حاجة اللي هو after touching اي حاجة من surroundings الحاجات المحيطة بالعيان سواء كانت اجهزة equipments السرير بتاعه بل بعدها على طول طبعا بغسل ايدي. ده كده شرح لي الغسيل الايد اللي احنا بنتكلم عنه اللي هو الروتيني او اللي هو الروتين هاند هايجين تكنيك او اللي بسميه الهاند ووشنج العادي. طبعا الصورة هتوضح اكتر. دي صورة للخطوات بتاعة الهاند ووش. اول حاجة ان انا لما باجي افتح الصورة رقم زيرو الاول ان انا لما بفتح الحنفية الاول بايدي بفتحها مش بايدي وزود تاتشنج خالص لاما بكوعي لاما بمنديل معايا بمسش الحنفية بايدي خالص. ببل ايدي الاول لازم الايد تكون ويت لازم تكون ويت الاول قبل ما احط عليها الصابون. بعد كده بحط كميه ادكويت من السوب كميه كافيه من الصابون على ايدي بتغطي السيرفس بتاع ايدي كله. ببدا بعد كده اعمل روبنج للهاندز بالم تو بالم يعني البالم بتاعت الايد بدعكها في البالم بتاعت الايد الثانيه اليمين بالشمال بعمل بشكل روتيشن كده دوراني كده بالم تو بالم. رقم 3 بيوضح ان انا بعمل الفينجرز من ظهر الايد ظهر الايد ببدا اعمل ما بين الصوابع. بعد كده رقم 4 ما بين الصوابع برضو من بطن الايد من قدام. رقم 5 بيعمل الفينجرز مع بعضها من جوه يعني بيعمل رابنج للصوابع من جوه. بعد كده رقم 6 بيعمل لي رابنج اراوند الصنب حوالين الصنب لوحده المنطقه اللي حوالين الصنب دي لانها واخده كيرف كده. الكيرف ده طبعا بيبقى سورس للانفكشن وليه ان المايكرو اورجانيزمز تتجمع فيه فبيبدا يعمل له رابنج لوحده بشكل برده روتيشن. رقم 7 بيعمل لي روتيشن كده بشكل دوراني كده بيعمل رابنج للفينجرز اجينست البالم طبعا يعني الصوابع اجينست البالم مره بالايد الليفت ومره بالايد الرايت. اخر حاجه بيعمل حوالين الريست بتاع الايد. بعد كده بشطف ايدي بالميه كويس من الصابون وبنشفها وكده ايدي بقت ريدي لاي تدخل مفيش فيه اختراق لانسجه الجسم يعني اي اجراء روتيني اجراء ما بيحتاجش اختراق لانسجه الجسم ده اللي بعمل له الغسيل الروتيني وبيبقى كفايه عليه الغسيل الروتيني. نيجي للسيرجيكال هاند بريبريشن اللي هو الغسيل الجراحي اللي بعمله لو انا هعمل اي اختراق لانسجة الجسم. دي خطوات الغسيل الترانسميشن. مين الناس المرة هتوضح اكتر. الصور هتوضح الشرح بتاع الكلام اللي عدناه ده اكتر. انه اول حاجة برضو بتبدأ تفتح الحنفية وبتحط
طبعا التعامل مع اي ديسبنسر او اي حنفيه كله بيكون بالكوع زي ما هو واضح في الصوره. هي بتحط الكميه من الكحول او من البتادين او من اي حاجه طبعا انتي ميكروبيال، بتحطها على ايديها بكميه كافيه، وبعد كده بتبدا انها تعمل لها رابنج كويس جدا بالفينجرز بتاعتها حوالين البال، وبرضو بتعمل الايد دي لوحدها والايد دي لوحدها. هي بتعمل طبعا احنا هنعمل كل ايد وكل ارم لوحده الاول، يعني هي عملت الايد مثلا، بتعمل الايد الشمال، هتعمل الايد الشمال الاول ايديها، وبتعمل رابنج كويس للبالم وللفينجرز، وبتعمل هنا في تالت صورة بتعمل عند ظهر الايد كويس، بطن الايد وبعدين ظهر الايد. بعد كده هتبدأ تعمل الارم برضو من جوه كويس جدا، تعمل رابنج كويس جدا لمدة من 10 لـ15 ثانية، رابنج تدعك كويس جدا بشكل دائري الايد والارم بالالكول او بالبيتادين، يعني بالانتي ميكروبيال اللي موجود اللي بتستخدمه. هتعمل البطن الدراع او الارم كويس جدا، هتبدا تعمل الدراع من الجنب كويس جدا، بعد كده تبدا تعمل ظهر الايد والارم كويس جدا، بحيث انها تبقى متاكده انها عملت كل الارم من كل الجوانب بتاعته كويس جدا بالانتي ميكروبيال. بعد كده هتبدا تطلع كمان فوق الالبو، لازم اطلع فوق القلب، ولازم اطلع فوق كوعي بخمسة سنتي، واعمل برضو بحركة دائرية كل المنطقة اللي فوق القلب بخمسة سنتي دي، رابنج كويس جدا بالانتي ميكروبيال اللي بستخدمه سواء الكول او بيتادين. بعد كده بتبدأ تشطف ايديها كويس، برضو كل التعامل مع عملت طبعا ايد الاول بي او يعني اول الليفت هاند والليفت ارم الاول كله، بعد كده رجعت بالكمية طبعا اللي خدتها في ايديها اليمين، خدت كمية في ايدها اليمين من الانتي ميكروبيال وبعد كده او الانتي سيبتك اللي بتستخدمه، وبعد كده عملت بيد راحها كله مثلا الشمال. بعد كده هتعكس، هتبدأ بايدها التانية تاخد كمية كافية برضو، وتعمل ايه نفس اللي هي عملته في الايد التانية وفي الارم التاني. ولازم اطلع فوق الالبو بخمسة سنتي، ولازم الرابنج ده يكون من 10 لـ15 ثانية اقل حاجة، لحد ما الانتي ميكروبيل اللي بستخدمه يبدأ ينشف على السكين بتاعي. بعد كده يفضل ان هي ما تستخدمش مية، لما تيجي تشطف ما تستخدمش مية سخنة، المية الدراي ووتر بتكون غلط جدا. نيجي بعد كده للانتسبتك هاند ووش اللي هو استخدام الانتي ميكروبيال سوب، الصابون اللي فيه ايودين او فيه كلوروكسينول او فيه يعني اي فيه انتي مايك في اي انتي ميكروبيال برودكتس او ايجنت موجود في الصابون، بستخدمه علشان بعمل حاجه اسمها انتسبتك هاند ووش، يعني هاند ووش بحاجه فيها تكون انتي ميكروبيال او حاجه بتقضي على المايكرو اورجانيزمس او بتقلل المايكرو اورجانيزمس. الانتسبتك هاند روب، الهاند روب اللي هو ان انا بعمل رابنج كويس للهاند، ما بستخدمش هنا ميه وصابون خالص، بستخدم الالكول بس او الانتسبتك بس، بستخدمه بعمل برضو بشيل كل اي حاجه انا لابساها في ايدي، اي خواتم اي ساعة اي حاجة، وبحط الالكول على ايدي كويس على البالم، وببدأ اعمل رابنج بنفس الخطوات اللي احنا اتكلمنا عنها في الروتين هاند ووش وفي السيرجيكال برضو هاند ووش، ان انا بعمل رابنج كويس بالم تو بالم بشكل دائري وحوالين الفينجرز، من ظهر الايد مرة ومن بطن الايد مرة الفينجرز، وبعد كده السامب وبعد كده الريست بنفس الطريقة. وبعد كده لازم طبعا ايه بعمل الكلام ده كله لحد ما الانتسبتك اللي عندي او الالكوهول اللي عندي يبدأ يبقى دراي على الايد او يعني نشف على ايدي. ده كده بالنسبة لي انواع الهاند ووش او الهاند هايجين، الروتيني الصحي اللي هو الانتسبتك هاند ووش، وفي الانتسبتك هاند روب اللي هو بستخدم ما بستخدمش فيه الماء وصابون، لو
في حالة عدم تواجد ما يصابون، او في حالة ان انا عايزة اعمل هعمل بنتريشن اكتر لانسكت الجسم، ف عايزه ازود الاجراء بتاعي، فببدا اعمل انتيسيبتيك هاند روب او السيرجيكال هاند ووش، اللي هو طبعا قبل العمليات الجراحيه واختراق انسجه الجسم. ده كده الهاند هايجين. نيجي بقى في للريسبيراتوري هايجين او الكاف اتيكيت. الريسبيراتوري هايجين والكاف اتيكيت لازم طبعا اول حاجه ان انا لو هعمل اي كوفينج لازم اكون بغطي مناخيري كويس جدا، والماوس منطقه الانف والفم لازم اكون مغطيها كويس جدا بتشو، مش بايدي، بتشو بكون بكح او بعمل سنيزنج او كده في التشو، ولازم يكون متوفر عندي مكان ارمي فيه التشو. يعني التشو لازم يترمي فيه كويست ريسبتكل. كده ببدا اغسل ايدي، لازم بعد كده بعد ما بعمل الكوفينج لازم بغسل ايدي، لازم الهاند هايجين بميه وصابون، ولازم اوفر مكان يكون فيه ميه وصابون، او اوفر مكان يكون فيه ديسبنسر موجود فيه الكول، الكول علشان برضو اعمل بيه رابنج الايدي في حاله عدم توفر ميه وصابون بعد الايه بعد الكوفينج. ايه القواعد اللي باخد بالي منها او بعملها لو في عندي انفكشن مثلا انا عارفة ان هو منتشر بسبب الجهاز التنفسي، respiratory infection موجود عندي في المجتمع اللي انا فيه او في الكوميونيتي اللي انا فيه او في المكان اللي انا فيه، بعمل ايه؟ بعمل ان انا بكون حريصة ان الناس تكون لابسة ماسكات، ماسكات حتى لو ماسكات عادية مش surgical mask عادي، مش شرط يكون ماسك عالي كفاءة قوي او ماسك اللي هو N95 او الحاجات دي، لكن يكون ماسك اهم حاجة يكون مستخدم بشكل صح، يكون معمول كويس جدا، معمول له ادابتيشن كويس جدا على النوز، معمول له مربوط كويس من فوق ومن تحت، لو هو الماسكات اللي بتتربط من فوق ومن تحت دي اهم حاجه انه يكون مربوط كويس، يعني يكون اضمن ان هو مغطي كويس جدا منطقه الانف والفم. ويفضل طبعا ان انا اعمل سيبريشن للناس، ابعدهم عن بعض، ما اقعدهمش جنب بعض، ولو في افراد انا عارفه ان هم عندهم مشكله في الجهاز التنفسي، انا عارفه ان هم كافينج بيرسونز، ببعدهم خالص وبقعدهم في مكان بعيد خالص في الويتنج اريا اللي عندي عن الناس. وهي دي الحاجات اللي لازم اتخذها لو انا في حاله ان انا منتشر عندي respiratory infection، دي بريكوشنز لازم بنعملها. في نوع تاني من انواع الانفكشن اللي هو الدروبلت انفكشن، الانفكشن اللي عن طريق الدروبلتس اللي بتطلع من السنيزنج او من الكافينج. البريكوشنز اللي بتخذها برضو هي استخدام السيرجيكال ماسك لو انا هعمل دايركت كونتاكت مع الناس دي او مع البيشنتس دول او مع الناس اللي عندهم المشكلة دي، و ك اديشنال ستاندرد بريكوشن بعمل اكزامينيشن للسيمتومز بتاعه البيشنتس دي، وبتاكد ان هم عندهم مشكله فيفر او مشكله في الكافينج، او يعني السيمتومز واضحه عليهم، فببدا اعمل الاجراءات بتاعتي وببدا اخد البريكوشنز بتاعتي، سواء كانت اللي هو ان انا بقعدهم في الويتنج اريا بعيدة عن بقية الكوميونيتي، او ان انا برضو ارتداء الماسك في الحالات دي. الصور هنا طبعا بتوضح الكافينج او السنيزنج، لازم ان انا بستخدم هنا زي التشو، بغطي كويس منطقة الفم ومنطقة الانف، لازم بتخلص من التشو دي في الباسكت المتاح عندي، لازم يكون متوفر عندي وسيلة لغسيل الايد، سواء كانت هاند ووش كويس جدا بالماء والصابون، او لمدة 15 ثانية، قلنا من 10 ل 15 ثانية اقل حاجة الرابنج للايد، و او وجود الالكول جل في
المكان اللي عندي اكون موفراه. دي صور بتوضح نفس برضو الكافنج والدروبلت بريكوشنز اللي باخدها، ان الكافنج لازم يكون باي كافرنج الماوس اند نوز، لازم اعمل ديسبوز للتيشو اللي انا استخدمته في بعد استخدامه في الباسكت، لازم بغسل ايدي كويس جدا او بعمل لها رابنج بالالكول، لازم لو طبعا في عندي كافنج او ريسبيراتوري انفكشن او دروبلت انفكشن لازم بستخدم الماسكات وبستخدم طريقه ان انا ابعد اعمل سيبريشن للناس عن بعضها، والاشخاص الانفكتد واللي انا عامله اكزامينيشن ليهم ببعدهم خالص عن بقيه الكوميونتي. ثانك يو، واتمنى ان المحاضره تكون مفيده ليكم. شكرا.